أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين مستمرة على نهجها الثابت في التزامها بهويتها الأصيلة الجامعة، مستنيرة بقيم التعددية والتسامح التي أرست دعائم نهضة الوطن وتقدمه، وبما يحقق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إنه بفضل قوة وحدتنا الوطنية وتماسكنا استطعنا أن نتجاوز التحديات بإصرار وعزيمة، وهو ما يبرهن عليه دائما أبناء البحرين المخلصين بتكاتفهم وتفانيهم لخدمة هذا الوطن الغالي ولعطائهم المتواصل نحو تحقيق المنجزات المتميزة التي هي موضع اعتزاز وتقدير من الجميع. مضيفا سموه أننا نفخر بما تحقق للمملكة من منجزات تنموية على كافة المستويات، وسنسعى دوما نحو تنفيذ الأهداف والتطلعات التي تقودنا لمستقبل مشرق يعود بالخير والنماء لصالح المواطنين. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع، حيث رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع البحريني وترجمة لقيمه الأصيلة وهويته. من جانبهم أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين والتي تتميز بالمحبة والخير، منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.